عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم حاجة جميلة جدا. هي وصفة ايطالية برضو بتتباع هنا في السوبر ماركت، بس انا هعمل لكم ان شاء الله في البيت. دي الوصفة بتاعتنا ديت عبارة عن ميريندا في لوتو. هي زي شبيهة بالقرص يعني عندنا، بس هي طرية جدا، وزي ما انتم شايفين مقاديرها تبقى جميلة جدا وخلاها طرية وحلوة. بس قبل ما نعمل اي حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول مقاديرنا مع بعض. معانا زبادي 250 جرام، معانا لبن، معانا الاول سكر، السكر ده 160 جرام. انا خدت منهم معلقتين وحطيتهم هنا عشان الخميرة، عشان افعل الخميرة. يبقى قلنا 250 جرام زبادي، معانا 160 جرام سكر، معانا شوية جوز الهند دول، ودول اختياري، ومعانا 140 جرام زبدة تكون بهارات الغرفة، ومعانا 2 بيضة، ومعانا فانيليا، ومعانا ذرة ملح، ومعانا كمان اللبن اللي انا حطيته هنا. اللبن هنا عبارة عن برضو 250 ملي لتر، حطيت عليهم 40 جرام خميرة، وحطيت طبعا معلقتين سكر من 160 جرام، ومعانا كمان الدقيق ده حوالي كيلو دقيق، ومعانا كمان عشان الحشو مربى، ومعانا حبوب الشوكولاته زي ما انتم شايفين، وممكن برضو نحشيها ملبن زي ما احنا عاوزين. انا غيرت في الوصفه على فكره، بعد كده عملت ملبن، وممكن تحشيها مربى، ممكن شوكولاته نوتيلا، ممكن شوكولاته حبوب زي ما انتم عاوزين. الحشو كتير بصراحه، وممكن تعملوها برضو زي الفيونكة كده وتحط سكر، وزي ما انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في عجينه الايه الفريسكا. اول حاجه وطبعا ذرة الملح، هنبتدي مع بعض نعمل حفرة كده. احط الملح الاول كده واقلبه كده مع بعض، نحط الحاجات الناشفة كده الاول، نخلي دول على جنب كده عشان الحاجة تبان اهو. نحط الايه جوز الهند اهو، جوز الهند ده اختياري، ممكن تحطه حبة صغيرين، معلقة ممكن معلقتين زي ما انا حطيت دلوقتي. وبعدين احط بقية السكر اهو، احط بقى الخميرة اللي تموت نفسها ديت، وكانت مالية الطبق كده احطها. دي كانت عبارة عن 250 ملي لبن و40 جرام خميرة ومعلقتين سكر من 160. خلصنا دول كده بعيدهم شوية اهو، نقلب كده اهو. العجينة بصراحة جميلة، بس هتعوز وقت في التخمير شوية، لازم الصبر شوية. وفي مقادير تانية لها برضو هبقى اعملها معاكم في مرة تانية، بس المقادير دي جميلة برضو. هنشوف ده كده بقى، ونحط البيض بالفانيليا، ونقلب برضو بالمعلقة شوية كده اهو عشان يختفوا الاول دول شوية. يلا احسن ايدينا، يلا اهو. دلوقتي هنحط اخد الزبده اللي هي قلنا 140، هنسيب حته صغيره كده للاخر، ونحاول برضو ايه ندوبها قبل ما نحط الزبادي. احنا المفروض نجرب وبعينينا ونشوف هنقدر نشوف الوصفه تطلع حلوه ولا وحشه. يعني انا دايما انا بجرب وصفات ايطاليه واعملها، وساعات بتبقى ناقصه حاجات بعمل لها اضافات، يعني بعيني اقدر ايه اللي ناقص، ايه اللي هيعدلها، ممكن اغير في الوصفه. انا مش لازم اخدها زي ما هي موجوده،
طبق الزبادي وعجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبادي بقى بيخليها طريه جدا، خليها جميله طريه. هنا بيسموها فلوته لانها بتبقى شكل المزمار، يعني دي تعتبر زي يعني ممكن نسميها الميرندا بتاعت بتاع المزمار، زي المزمار اللي هما بتاع الموسيقى كده. فلوته يعني مزمار بتاع الموسيقى، لانها هتبقى فيها ثقوب زي المزمار بالظبط. ولازم بعد ما عجينها وخلصها سيبها ساعتين لغايه ما يتضاعف حجمها عشان تبقى حلوه وجميله. لازم اسيبها ساعتين يا جماعه لغايه ما تملى الطبق على الاخر، تموت نفسها يعني، مستعجلش. الديك كله يبتدي يخش كله، احط حته الزبده اللي ناقصه اللي انا ما حطيتهاش. دي حلاوه المعجنات، ايه اللي انت بتعجنيها وتسيبيها وتعملي شغل البيت بتاعك، ما تقعديش جنبها زي البسكوت. يعني انا كنت هعمل بصراحه بسكوت، بس قلت هياخد لازم اقعد جنبه ولازم الفرن وكده، فقلت ما اعمل لكم حاجه اسيبها تخمر واعمل طبعا اللي ورايا. الوصفات كتير بس المشكله في الوقت بصراحه. يعني ناخد بس حته الزبده اللي في الاخر دي كده الاول، ندخلها في العجين كده اهو، واخد كمان الدقيق اللي لسه ايه ما دابش معايا، واشوف لو محتاجه نقطه لبن كمان ولا لا عشان ما نزودش ميه وما نعرفش بعد كده نفرد، او ما نزودش لبن وما بعد كده ما نعرفش نفرد. لازم اشوف على حسب احتياج العجينة. وانا بشتغل زي ما قلت مخليش حاجة على الطبق. كانت نانت دايما تقولي كده، كل ما عجبناها كويس كل ما طلع جميلة، العجينة جميلة بصراحة. أنا بصراحة كنت الأول بشتري المريندات من السوبر ماركت سوبر ميركاتو، بس اكتشفت اللي هما بيحطوا فيها حاجات المفروض احنا ما ناكلهاش. فاضطريت ان انا اعمل ايه، الحاجات اشوف الحاجات اللي بره واعمل زيها في البيت واحط الاضافات اللي انا عاوزاها. وعلى فكره برضو الحاجات اللي موجوده في مصر
الحاجات اللي الاولاد بياكلوها زي الحاجات اللي هي المنتجات اللي بياكلوها بتبقى عليها برضو حاطين فيها دهون خنزير والناس ما تعرفش لان حطينا تحت اسم تاني. يعني المفروض ست البيت تعمل في بيتها احسن ما تاكل عيالها حاجات عليها مواد حافظه ودهون مش عارفه مصدرها ايه. مصدرها حيوان بس مش عارفين ايه هو المصدر. مبيحددوش نوع الدهون جاي من انه حيوان، فلازم ناخد بالنا كويس. واللي يعرف طبعا لازم يقول للتاني عشان ما يبقاش حرام. لحتى الجيلاتي مش عاتقين بيحطوا فيه في مصر وهنا في كل حته جيلاتي لازم بيحطوا له جيلاتين. جيلاتين حيواني ايه اللي بيحطوه؟ لازم تجيبوا جيلاتين نباتي عشان تعملوا الجيلاتي. وساعات بيحطوا مثلا حرف كده عشان ما يقولكيش ايه الحرف ده على اساس ما ايه الناس تاخد. يعني حرف الايه ده لو حطيتوه على اي منتج يعرفوا اللي فيه ايه، حط يعني حاجه وراه. لازم ناخد بالنا يا جماعه، هم عشان يسوقوا المنتجات يحطوا حروف عشان الناس تاخد وخلاص ما تعرفش جايه منين. إيه. انتوا شايفين اهو كانت جميلة جدا هي العجينة. هلمها اهوت واسيبها تختمر لمدة ساعتين، مش هستعجل زي ما انا قلت لكم. ما عوزناش اي حاجة خالص اهو، حتى الزبدة الاخيرة هي ظبطتها اهو. وهني برضو لو في حاجة تانية على الطبق لازم نخليه يلمع وجميل كده اهو زي ما انت قالت لي. كده هلمها واغطيها بكيس بلاستيك واسيبها لمده ساعتين على او حتى يضاف حجمها على حسب درجه الحراره. انا الجو ساقعه بسيبها ساعتين ماشي اهوت. يبقى كده اهو واسيبها ساعتين. اسيبكم وقتي وارجع لكم ما نيجي نشكلها. مع السلامه. رجعت لكم تاني عشان اوريكم شكل العجينه طبعا بعد ما خمرت، بس انا خدت منها قبل ما اقابلكم عشان اعمل صينيه برضو قبل ما اقابلكم عشان اوريها لكم. عملت الشكل اهوت، عملت الشكل زي ما قلت لكم شكل الفلاوت او المزمار زي ما انتم شايفين اهوت. وعملت اما تكون طويله شويه ممكن اتنها كده تبقى عامله زي حدوه الفرس. وعملت كمان ممكن نعمل منها اشكال كتيره جدا. وعملت واحده حشيتها يبقى اللي فاتت ديت حشيها شوكولاتة اللي هي الحبوب وديت حشيها مربى. وديت عملت الشكل ده اللي هو عامل زي عباد الشمس اهوت، هنعمله مع بعض دلوقتي. وحشيها ملبن. وديت اللي على شكل الفيونكة ده حطيت حتة زبدة، يعني عملتها دايرة كده وحطيت زبدة وبعد كده شوية سكر بني وعملتها شكل الفيونكة كده. وهنعمل مع بعض اشكال تانية دلوقتي. هنعمل الاول مع بعض شكل الفيونكة ده، هنعمله مع بعض اهوت. هنفرد واحده اهوت، هقوم جايبه حته الزبده اهي واقوم حاطاها كده اهو، ما كترش زبده قوي. وشويه سكر بني اهو اهو. وبعدين اقوم عاملاها زي القطايف كده واقفل جامد كويس، اتك عليها كده. هنجيب سكينه مع بعض عشان نعمل شكل اهي. السكينه موجوده اهي، اقوم اقطع حته كده من هنا وحته من هنا عشان تديني اللي هي بتاع الفيونكه. وبعدين هاخد دي كده مطها واقوم ضغط عليها بصبعي كده واعمل التانية زيها كده. وبعدين هم قافله الفيونكة كده سهلة، ما هي صعبة خالص اهيت. عملتها قبل كده برضو في عجينة الفريسكا. العجينة دي ممكن برضو اللي بتاع المزمار دي ممكن نعمل منها اشكال كتير قوي 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 زي ما انتم شايفين اهو. تمام. هنعمل دلوقتي شكل الفلاوتو اللي احنا قايلين عليه. فردت العجينة اهو بس مغسلة ايديا واحمر.
هناخد حتة عجينة ونفردها طبعا، نحط رشة دقيق كده فردها اهوت رد واحدة اهو. ممكن اخليها زي ما هي كده مربعة واعملها تبقى واحدة كبيرة، وممكن اقسمها اتنين يعني اللي انا عاوزة اصغرها اعملها اتنين، وممكن اسيبها زي ما هي كده واعملها ايه واحدة، او لو كبيرة قوي هنعملها زي حدود فرز زي ما احنا قلنا. يبقى هنعملها اتنين بطاطا سنة كمان كده، واقوم اقسمها من النص كده اهو تمام. يبقى انا هعمل كده ايه اتنين، واحاول اخليها ايه زي المستطيل كده، واقوم عامله تشريحات كده بس مش كتير قوي اهو. وبعدين اجيب الشوكولاته او شوكولاته النوتيلا او المربى زي ما انتوا عاوزين تحشوا، او ملبن نفس الشكل ده ممكن برضو نحشي ملبن عادي، واتك عليه كده واملحه عشان الشوكولاته ما تخرجش، واقوم لفه تاني كده صعبه خالص يعني سهله عامله كده اهو اهوت بالشكل جه معايا اهو. طيب الحته الزبده دي لا اما اقطعها لا اما احاول ايه اعملها كده اوصلها للاخر واقفلها كده اهو الشكل اهو يا جماعه اهوت، ومقطعها كده وانا بعملها، وهسيبها طبعا هتخمر يبقى شكلها جميل جدا اهو شايفينه مش صعبه خالص. هعمل الثانيه برده اهو قدامكم برده الثانيه، هاجي اقوم برده ايه مشرحه بقى ايه تشريحات كده عشان تديني الثقوب اللي هي ايه في المزمار اهو. شوكولاته اهوت انتوا شايفين اهو مش صعبه خالص، هحاول اخلي دول ايه يتقفلوا معايا كده يبقى منظرها حلو اهو شايفين، وامط كده عشان تدي ايه الشكل زي ما انتوا شايفينه شايفين. دلوقتي هنعمل مع بعض شكل عبادي الشمس. هقوم جايبه حته ملبن محتاجين اهوت وحته ملبن اهيت اهو، واقوم قافلها كده اهو، واقوم بطاها عشان ما تلزقش هنا كده اهو. وبعدين نقسم ده على 8 4، وكل واحده نقسمها ايه اتنين هذا واحد اهوت اهو اهو تمام. هقوم جايبه ايه بقى الوقت عندي ايه 8 كده دلوقتي، هقوم جايبه ايه جايبه الطرف ده كده والطرف ده كده اهو، وعاملاه عشان تاخد شكل الورده كده دي صعبه خالص يا جماعه، وممكن اسيبها كده على شكل 8 واسيبها كده اهو. شايفين اهو وبعدين اعمل ايه بس تبقى شكلها جميل اعمل لها عين اتنين عين كده صغننه اهو. وعملت كمان كده بالسكر، وعملت هعمل كمان واحده بالمربى، وممكن بتاعه الملكه ممكن اعملها زي برده زي بتاعه الشكل ده برده ممكن اعملها كده، بس افرق بينهم واحده احط لها سمسم واحده ما احطلهاش سمسم. خد برده ايه ممكن تعمل في العجينه دي اشكال كتير جدا جدا، واقوم قافلها اهوت وعاملها احاول اقفلها كويس عشان المربى ما تخرجش، وممكن النوتيلا اعملها زي دي كده برضو احط معلقات نوتيلا جواها، الاشكال اللي انتوا عاوزينها اعملوها اعملوها اهيت. احطها كده اهو احطها في الصينيه. دلوقتي هنعمل مع بعض شكل المروحه، كنت عملته معاكم قبل كده في فيديو قبل كده بعجينه تانية، دلوقتي هنعمله مع بعض تاني. افردها
تخبي شويه كده. اخد عجينه صغيره، ما احاولش اكبر عشان ما تبقاش شكلها وحش، تكون صغيره تبقى شكلها جميل. طبعا لما الحاجات دي هتخمر هيبقى شكلها تحفه، يعني ايه شكلها جميل جدا يعني. وبعدين هرشها لا اما سكر بني لا اما سكر ابيض. مش هنحط زبده ولا حاجه، دي كنت عملتها معاكم قبل كده. عاوزه تحطوا زبده حطوا. وبعدين هنبرمها كده عليها ونقفل كويس عشان السكر ما يخرجش. انا عملت قبل كده معاكم شكل المروحه ده في عجينه تانية، يعني ممكن عجينه ونعمل منها كل الاشكال اللي فاتت عادي مش مشكله، ونعمل برضو منها ممكن نعمل كمان اللي هي بتاعت بريوش الورده برضو في نفس العجينه دي، مش مشكله نعمل واحده كبيره اهو. خلاص رطبتها اهو، اقوم عامله ايه اقوم تانيهم كده اهو بوطه كده شويه، واقوم جايه وقاسمه بالولاه بسكينه كده، واقوم عامله كده شايفينها. يبقى اديتني شكل المروحه اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده، انتم شايفينها تمام. احطه بقى زي ما يخمر بشكل شيك جدا، دلوقتي هسيبكم بقى واروح اكمل جميع الاشكال اللي انا عاوزاها، وبعدين اوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. هسيبكم تاني اهوت عشان اوريكم شكلهم اهوت، هسيبهم يرتفعوا كمان، يعني دي اول صينيه عملتها ارتفعت اهي زي ما انتم شايفين اهوت. قلنا دول بالملبن، دول بالمربى، دول بالسكر الابيض، دول بالسكر البني، ودي فاضيه ودي اهوت برضو، دول بالملبن ودي فاضيه، ودول بالسكر ودول فاضيين برضو، ودي بالشوكولاته ودي برضو فاضية، وحط على اتنين كده زي ما انتم شايفين. هما دول دول ثلاث صواني، دي الصينية اللي هو بتاع الفلاوت اهوت او المزمار. بعد ما يخمروا وارتفعوا كويس هم دهنهم بالبيض والفانيليا وشوية لبن صغيرين، وبعدين اسويهم كده اوريكم الشكل النهائي. مع السلامة دلوقتي. ورجعت لكم تاني اهوت بعد ما خبزت اللي هو المزمار اهوت او الميرندا الفلاوت زي ما انا قلت لكم، شكلها جميل اهوت وطريقه جميله اهي يعني شايفينها. اتمنى تكون الوصفه دي عجبتكم، ان شاء الله تعجبكم باذن الله وتجربوها وتدعوا لي. وزائد كمان هوريكم كمان بقيه الاشكال اللي عملتها، دي اللي هي بتاع عباد الشمس اهي، وديت اللي هي بتاعه المروحه اهي وعلى شكل القلب، وديت الفيونكه اهي زي ما انتم شايفين اهو، والفلاوت زي ما انتم شايفين اهو، ودي عملت دي كمان اهوت على شكل برضو يعتبر قلب. ديت اللي هي بالمربى، ودي بالسكر الابيض، ودي بالسكر البني، ودي بالملبن اهي، دي بالملبن اهو، ودول برضو بالملبن على شكل عباد الشمس. ان شاء الله اما تجربوها تدعوا لي. ودي فاضيه اهي اللي على شكل ترس كده. وهفكركم كمان بالمقادير اللي احنا عملناها، كان كيلو دقيق عليه 140 جرام زبده، و250 ملي لتر لبن، و250 جرام زبادي، وفانيليا، واتنين بيضة، وذرة ملح، بس كده. وان شاء الله بإذن الله لما تجربوها هتعجبكم، وبالهنا والشفاء للجميع.
بنات النهاردة هنعمل بريوش الوردة، جميل جدا ورائع وهيعجبكم ان شاء الله. عندنا معنا في المقادير اللي قدامكم دلوقتي عندنا 600 جرام دقيق، عندنا 3 بيضات او عصرة ليمونة وفي معلقة فانيليا، عندنا 100 جرام زبدة، عندنا شوية جوز الهند، عندنا ده خليط الخميرة عبارة عن حبة لبن مع معلقة خميرة فورية مع معلقة سكر من نفس مقادير السكر، ده السكر ده 35 جرام. عندنا كمان مع الدقيق حطيت ربع معلقة ملح، عندنا كمان لبن للعجن، وحتى كمان معايا شوية دقيق احتياطي لو عوزته. نبتدي يلا يا بنات الوقت. اول هنعمل اول حاجه هنعملها هنحط الدقيق مع الملح هنا ونقلبهم كويس، وبعدين هنحط الزبده ونفركها كويس مع الدقيق لغايه ما تختفي وتبقى عامله هي والدقيق حاجه واحده. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات هي وصفه جميله وتعجبكم ان شاء الله ويحبوها الاولاد. الوقت هنحط معانا زي ما انتوا شايفين كده اهو الزبده اختفت اهي، هنضيف الوقت السكر الباقي بعد ما خدنا منه معلقه حطيناها على خليط الخمير زي ما احنا قلنا. هنحط الوقت بقية السكر وهنحط شوية جوز الهند عشان يديلها طعم، ونقلب زي ما انتوا كده شايفين يا بنات بعمل ازاي. وناخد دلوقتي البيض والفانيليا وعصرة الليمونة نحطهم ونقلب زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. شايفين ريحتها جميلة جدا. دايما واحنا بنعجن لازم ننظف، منخليش اي حاجة خالص على جدار ايه الوعايه اللي انا بستخدمها، اخلي عشان ايه كل المقادير تندمج مع بعض زي ما انتم شايفين يا بنات. وبعدين هضيف خليط الخميره بتاعنا ونعجن. هنعوز ايدي ايه من اللي انا حطها على جنب. الدقيق دايما يبقى على حسب العجينة زي ما احنا قلنا، دايما نقلب ولو احتاجت برضو تاني لغاية ما تصبح عجينة ملساء ناعمة وجميلة. زي ما انتوا شايفين كده شايفين
هنجيب شويه دقيق كمان صغيرين، خليكم معايا. كده نشوف ونعجن كويس يا بنات، وما نسيبش حاجه على جدار الوعاء زي ما احنا قايلين. شايفين يا بنات العجينة؟ متسيبش أي حاجة على جدار الوعاء خالص. ماشي يا بنات، إن شاء الله الوصفة دي تعجبكم وتعملوها على طول لأولادكم زي ما انتوا شايفين. نفضل نعجن فيها لغايه ما تسيب ايه من ايدينا خالص وتصبح عجينه ايه ناعمه وجميله اهو. طب انتوا شايفين بقت زي الكره اهيت، شايفين دلوقتي هنسيبها بقى تخمر لغاية ما تضاعف حجمها. دلوقتي هغطيها كده، خلصنا خلاص ماشي، ومحتاجناش كمان اللبن اللي احنا حاطينه ده. دول اكتفينا باللبن اللي احنا حطيناه ودوبنا فيه الايه الخميرة زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، واسيبكم الوقت على ما يضاعف حجمها ونرجع لكم تاني. بنات الوقت رجعنا لكم تاني بعد الحمد لله من العجينه خمرت اهيت. المفروض تسيبوها اما تملى الطبق خالص، بس انا عشان مستعجله اكتفيت بالخمر ده وبعد كده اسيبها تخمر في الصينيه بعد التشكيل. بس عاوزه اقول لكم يا جماعه ان المقادير اللي انا قلتها في اول الفيديو، الدقيق اللي كنت حاطاه في الطبق ده كان 300 جرام، هفضل اضيف لغايه ما يبقوا 600 جرام. اللي انا حاطاه كله في المقدار ده 600 جرام. العجينه دي بتعمل لي وردتين بالنوتيلا، ان شاء الله تعجبكم. يلا نشوف يا بنات هنعمل ايه في العجينه. الوقت هنبتدي نشكلها. هنقسم العجينه زي ما انتم شايفين كده الى قطع متساويه، كل قطعه نقسمها لاربعه ولازم يكونوا متساويين في الحجم، لو ما كانش لازم نشوفها بالميزان. ومعايا الميزان اهو، معايا الميزان اهو. دي كبيره شويه، نشيلنا حته. نزود لحتة كمان. زي ما انتوا شايفين يا بنات بعملها كور وتكون نفس المقاس، يا ريت تكون نفس المقاس، لو كبيرة هعملها بالميزان عشان تكون نفس المقاس. هنحاول بقدر الامكان نخليهم متساويين. الوقت عندنا اربعة يعملوا وردة واربعة التانيين يعملوا وردة، هعمل معاكم بس وردة واحدة وبعد كده هعمل التانية لوحدي. اول حاجة يا بنات زي ما انتوا شايفين رشين شوية دقيق كده
هبتدي اعملها زي ما انتم شايفين كده بالنشابه، زي ما انتم شايفين نفردهم الاربعه كلهم. بس بنبه يا بنات ان الدقيق اللي خليته الوصفه كلها 600 جرام اللي كان في الطبق ده، معلش غلطت لان دايما بعمل ورده واحده، فالمره دي عملت وردتين فضعفت المقدار، انا اسفه. قفلت كده زي ما انتم شايفين، لو عوزت احط دقيق كده عشان ما تلزقش معايا زي ما انتم شايفين. ده اول واحده عملتها. هحطها على جنب كده وافرد التانيين لغايه ما اخلصهم، بعد كده نبتدي نشكل ان شاء الله. ساعدني النشابه على الفرد السريع، وان شاء الله كمان هكتب كمان المقادير على الفيديو من فوق كتاكيد للمقادير. يا رب تعجبكم الوصفة، بس اهم حاجة لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا معايا وفعلوا الجرس. خليكم معايا، هي مش متعبة خالص، هي جميلة وسهلة، وفي النهاية الشكل جميل بصراحة وطعم روعة. وطبعا كل العيال الصغيرين بيحبهم والكبار كمان بيحبهم الشوكولاتة النوتيلا. شوية كمان عشان بتلزق في النشابة، تبقى سهلة الفرد. اهو يا بنات نستنى اخر واحدة اهي، بعد كده نجيب صينية ونبطنها بورق الزبدة عشان نبتدي نحط الحشو اللي هوريه لكم دلوقتي عبارة عن ايه. النشابة وياريت تحاولوا تجربوها يا بنات، هي جميلة وما تخافوش، هي ان شاء الله هتطلع حلوة وهتدعوا لي بإذن الله. وممكن كمان تتعمل في حفلة عيد ميلاد او كهدية لعيد الميلاد. دلوقتي معانا الاربعه جاهزين اهمت اهمت، دلوقتي معانا صينيه مبطنه بورق الزبده. هاخد اول واحده اهي زي ما انتم شايفين. دلوقتي الحشو عندي نوتيلا، شوكولاته نوتيلا، وعندي جوز الهند، وعندي اللي دهان الوجه لبن وعسل ابيض. دلوقتي هنفتح البرطمان وناخد منه الايه الشوكولاته، نحطها في اول ايه طبقه زي ما انتم شايفين كده بالراحه، نحاول نحطها وما نجيش قوي قوي ناحيه الاطراف من بره على قد ما نقدر. نحاول بالراحه كده زي ما انتم شايفين يا بنات. انا برضه اول ما عملت الورده دي كانت بالنسبه لي فيها صعوبه، بعد كده بقت سهله، هي اول مره بس وخلاص.
واول مره كمان يا بنات. معلش من الكلام، انتبهنا من الكلام اهو. بعدين هنرش جوز الهند زي ما شايفين كده، وبعدين هنجيب الطبقه اللي بعدها ونحاول نخليهم متساويين بالظبط على الاطراف. نحاول بقدر الامكان نخليهم متساويين. نعمل كده عشان دي اتلزقت من فوق اهو. نحط شوكولاتة تاني مع الطبقة اللي بعدها. بعدين نحط شوية جوز الهند تاني ونحط الطبقة اللي بعدها، ونعمل برضو نحاول نخلي الأطراف كلها مع بعض كده، نحاول نخليها مع بعض. ماشي. وبعدين نحط شوكولاتة تاني شايفين كده، ناخد من النص كده ونحط الأطراف كده. بعدين هنحط شوية جوز الهند تاني، وبعد كده هنحط آخر ايه طبقة اهوت. نحاول بقدر الامكان نخليها تسوح. معلش الورقة بتاعت ايه، هنغير الورقة دي عشان تعكر عشان نشوف اللون الفاتح. خلي بالكم انا بعمل بقى ايه الرسمة بتاعت الورقة، ابططها كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. هخليها في النص شوية اهو، وبعدين زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا تشوفوني بعمل ايه دلوقتي، وهتشوفوني بعمل كده بعملها نقسمها على اربعه زي ما انتوا شايفين كده زي ما انتوا شايفين نقسمها على اربعه. بعدين نقسم كل ربع ايه اتنين زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى عندنا 8، نقسم كل واحد من الاربعه دول نقسمهم اتنين تاني. خلي بالكم معايا اهوت. شايفين يا بنات شكل الورق. هناخد كل اتنين مع بعض ونعملهم بطريقة عكسية زي ما انتوا شايفين كده يا بنات.
طب النت نطلع عكسية كده، شايفين؟ شايفين يا بنات؟ سهل خالص. كمان لما نسيبها تخمر هتبقى شكلها رائع. الاثنين مع بعض شايفين كده عكس بعض، شايفين يا بنات؟ مغذية، فيها نوتيلا وفيها بيض، فيها كل حاجة، وناخد منها حتة كوجبة افطار في المدارس. جميلة جدا، فكرة جميلة جدا للأطفال المدارس. شايفين يا بنات؟ اهو ده شكلها اهوت، شكلها اهوت بعد ما خلصناها. الوقت هسيبها تخمر، هسيبها تخمر ويتضاعف حجمها، وبعدين بعد ما تخمر هدخلها على فرن مولعينه من قبل، واشوفكم بعدين بعد ما تخمر ونكمل ونشوف شكلها النهائي هيكون. ومعانا الوقت برميش الورده بعد ما خمر زي ما انتم شايفين اهوت، وندخل بعد دهنناه باللبن وبعد كده دخلناها الفرن، وده شكل النهائي بتاعها اهوت زي ما انتم شايفين يا بنات. جميله وريحتها جميله جدا، وده رجعت ما بعد ما خرجت من الفرن دهنتها زي ما انتم شايفين بالعسل، ودلوقتي هرشها بشويه سكر بودره. لو انتم حابين او مش حابين ما تحطوش سكر بودره. ده الشكل النهائي بتاعها، يا رب تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش باللايك او اشتراك، وارجو تفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد. وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة إن شاء الله تنال إعجابكم، وصفة تبقى حلو يحبوها أطفالنا، لأنها لذيذة جدا جدا جدا، وهي شبيهة بعندنا حاجة في مصر اسمها هوخوز، شبيهة بها مريندا كده للأطفال، فيها كريمة. إن شاء الله تنال الإعجاب حضراتكم. بس قبل ما نعمل أي حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتدي مناديرنا على بركة الله سبحانه وتعالى. معانا أول حاجة، معانا 390 جرام دقيق منخول وذرة ملح، معانا 3 صفار بيض وفانيليا ومعلقة خل، معايا 70 جرام سكر و40 جرام زبدة، معايا دي 15 جرام خميرة،
معايا 160 ميلي لتر لبن دافي، معايا معلقتين زيت، ومعايا كمان 30 جرام نشا، ومعايا للحشوة هناخد 60 ميلي لتر من كريمة الخفق ديت، وكمان معانا اللبن المكثف اللي انا عملته معاكم قبل كده على القناة، هناخد منه معلقة او اتنين على حسب التحلية بتاعت الكريمة اللي انا عاوزاها. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة هنضيف اللبن اللي هو نشيل دي شوية كده، نحط اللبن، وبعدين ناخد منه معلقة من السكر ده، معلقتين كده اهوت، عشان نعمل الخميرة، عشان نشوفها ونجربها تشتغل ولا لا. ونحط الايه الخميرة، تمام، 15 جرام خميرة اهو، نقلبهم كده ونتركهم على جنب عما نحط بقية الايه المقادير في الطبق او في الوعاء، تمام. انا المفروض كنت ممكن اعملها قبل تصوير معاكم، بس انا قلت الايه نعملها ونتركها على جنب يعني، وبعد كده نسيب الايه العجينة تخمر براحتها. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الدقيق نحطه، المفروض الدقيق ده يكون نوعين، بس انا عشان انتم ممكن ما تلاقوش الدقيق النوع التاني ده عندكم فعملته نوع واحد. المفروض اعمل 230 دقيق من اللي هو مانيتوبا، و 160 دقيق 00 او 00 او دي العادي اللي احنا بنستعمله، فانا عملته من نوع واحد عشان ما يحصلش لخبطه عندكم. ان اللي هو فرينا مانيتوبا ده بيكون دقيق البروتين بتاعه عالي، تمام. بس انا هكتب المقادير بتاعه الوصف الاصليه اللي هي 230 مانيتوبا، عشان ممكن يكون في اي دوله تانية خلاف مصر اللي هو فرينا مانيتوبا اللي هو بيكون البروتين بتاعها عالي، ماشي. هنحط الدقيق زي ما انتم شايفين، وزاره الملح حطناهم، هنحط كمان النشا 30 جرام نشا حطيتهم، تمام. وهنحط السكر الباقي، تمام، ونقلب كويس كده. ونحط الزيت، معلقتين الزيت، وبعدين نحط البيض والفانيليا والخل، هي تعتبر كيكة بس فيها خميرة يا جماعة، ما هياش كيكة اللي هي بتاعت البيكنج بوب، بس لازم بعد ما نخلصها وعجينها اسيبها ساعتين في قلب الطبق الاول، وبعدين افردها على شكل مستطيل، وبعدين اسيبها تخمر على الاقل ساعة برضو في الصينية، هترتفع بس طعمها خطير وجنن فعلا. انا مش اول مره اعملها، عملتها مرتين قبل كده. دي كانت بصراحه كانت مريندي، دايما كنت بشتريها من بره، بس عشان انا منعت عيالي ان هم ياكلوا اي حاجات من بره، عشان بيحطوا لهم يعني منتجات من انواع الخنزير، بعض حاجات فيها او بيحطوا حاجات دهون واحنا مش عارفين مصدرها، فاضطريت ان انا اعملها في البيت، وطلعت زيها زي اللي بره بالظبط، مفيش فرق. وانا عاوز كمان شوكولاته للتزيين من فوق، يبقى الحشو لبن مكثف وكريمه خفق، والتزيين شوكولاته بسيطه كده من فوق، تمام. نسيت اقولها طبعا. دلوقتي هنحط بقى الخميره بتاعتنا اهي، نقلبها تقليبه الاول كده اهو، الحاجات دي عشان ما بتعوز وقت كتير وكده، فبحاول ما بعملهاش كتير، بس هي بصراحه حلوه مش وحشه، بس بتاخد وقت كتير أو. بس هي يعني في النهايه بتبقى تحفه يعني، تمام. وهناخد كمان ال 40 جرام زبده بالمره، تمام. نحاول كله بقى نبدوله كويس مع بعض، نخلي الزبده تنسجم مع كله. خلي بالكوا اللي احنا خدنا صفار بس بتاع البيض، مخدناش البياض، تمام.
نقعد ندلك فيها خالص لغايه ما يبقاش في اي حاجه في الطبق، وتبقى ناعمه وملساء كده. تمام، لازم ندي كل عجينه حقها عشان تديني النتيجه اللي انا عاوزاها. تمام، بعد ما اخلصها هغطيها بكيس بلاستيك واسيبها على الاقل ساعه ونص لساعتين. ايه بقى عم اجي افردها واعملها مستطيل، مش هفردها قبل كده. تمام، عشان تديكي النتيجه الهيشه الجميله لازم اسديلها حقها في التخمير. الوقت اهيت معانا، اهيت هغطيها بكيس بلاستيك وبعد ساعتين هرجع لكم تاني ووريكم هنعمل ايه مع بعض. مع السلامه. اليوم عشان اوريكم شكل العجينه بتاع كندر بلوش بعد ما خمرت اهي في الطبق، دلوقتي هرش شويه بيض صغيرين اهو، بيض صغيرين اهو، هاخدها بقى من الطبق ده كده اهو وابتدي افردها بالنشابه. تمام، اعملها على شكل مستطيل واكون مجهزه صينيه معايا، صينيه هي عشان احطها عليها واسيبها ما ترتفع ويتضاعف حجمها. تمام، دي بسيط خالص. احاول بقى ايه افردها على شكل ايه مستطيل، ولا تكون رفيعه قوي ولا تكون ايه تخينه قوي. هي بعد ما تخمر ونعملها في الفرن وترتفع وندخلها الفرن وتستوي، هنشيل الاطراف ديت عشان هنعمل منها ايه بعد كده المرندة عشان تكون متساوية. تمام، اهوت احاول احطها بقى ايه هنا، احاول اضبطها شوية. هحاول اخليها زي ايه زي المستطيل. هسيبها الوقت بقى ايه في مكان داخل واسيبها تختمر ويتضاعف حجمها، وبعدين اوريلكوا قبل ما ادخلها الفرن. ماشي، هستنى الوقت. اديلكوا تاني اهوت. طبعا احنا عملنا البريش كندر في الصينيه وسيبناه يرتفع، وبس ما يعني قبل ما ادخله الفرن اوريكوا شكله او صورته، بس هو ده شكله بعد ايه ما طلع من الفرن. هوريكم ازاي هنبتدي نشتغل عليه عشان نعمل الايه البريوش وحتى البريش منه. اول حاجه هو عامل زي يعتبر زي الكيكه بالظبط، شبيه بالكيكه. شوف زي ما انتم شايفين اهوت منتفخ هنا عشان الخميره. هبتدي ايه اساوي الحروف ديت،
عشان انا مش عاوزه الحروف دي، اشيل الحروف دي. ممكن تتاكل كده وممكن تستخدموها في اي حاجه يعني. اهو تمام شكل العجينه اهو، شايفين يا جماعه؟ شوف شايفين مفتح ازاي. ده نحطه على جنب كده ونساوي برضو ايه الاحرف هنا. وبعدين هشتغل انا وهعمل كريم، الكريم شانتيه هضربه واحط معاه ايه اللبن المكثف عشان احشي بيه اهوت. ناخد بس الحوافد اهي نساوي عشان نقدر ايه نعملها ايه وحدات. تمام اهو شايفين مفتحه وجميله ازاي، شايفين يعني خامره وجميله اهي. تمام انا قلت اما اقطعه معاكم ما استعجلش واعمله خلص وخلص اوريكم الشكل النهائي، لا قلت اما ايه اوريكم على اساس، على اساس هو عباره كان في الصينيه، كان يعتبر صينيه فانتوا ما تعرفوش انا عملته ازاي. تمام في الوقت بقى هبتدي بقى على حجم الوحدات اللي انا عاوزاها، ابتدي مثلا اعمل كده اهو، الحجم ده مناسب ليا كده اهو. اكمل يعني اعتبر نفس المقاس ده كده اهو. الحته دي جت بالورد شويه، هنيجي من هنا عشان الحته اللي هي زي اللي انا عملتها بالورد هنقطعه خلاص، لان بصراحه انا عامله ده في اليوم الروتين بتاعي فبرضو عملت شغل كتير فيه فتعبت. بس برضو حبيت اوريكم الحاجات اللي انا عملتها في روتيني، ده من ضمن الحاجات اللي انا عملتها في الروتين بتاعي. انا كنت عملته بصراحه قبل كده صور، بس كمني كنت لسه عامله القناه ما كانش فيه لسه حد شاف، فقلت ايه اعمله مره تانية مفيش مشكله. تمام نحاول نساوي الحته اللي هي اللي عملت معانا دي، وفي نفس الحق كده برضو هنعملها زي ما احنا عملناها كده هنعملها بالناحيه الثانيه برضو. شوف الحجم اللي يناسبكم ايه، يعني ممكن الواحده نقسمها على ثلاثة. تمام دي طريقه اللي انا اقطعها بالشكل زي ما انا قلت لكم. وممكن لو واحده تانية يعني هتبقى صعبه عليها ممكن اقطع زي ما بعمل بحش التورته بالظبط، اقسمها على ثلاثة واعمل طبقات الايه كريمه بينهم. المهم هي ديت هقسمها على ثلاث اجزاء واحط بينهم الكريمه. الوقت انا هروح اكمل واظبط الكريمه وكده، وبعدين ازين احط الحشو، وبعدين ابقى اعمل واحده برضو احتياطي قدامكم ماشي، ونزينها طبعا بالشوكولاته من هنا. تمام وبعدين هوريكم الشكل النهائي كمان ماشي. مع السلامه. الوقت رجعت لكم تاني اهوت بعد ما عملت الكريمه، كريم اللي هي كريمه الخفق، وحطيت عليها كمان لبن مكثف وقلبتهم مع بعض انتم شايفين اهوت. وقسم يعني خدت واحده وقسمتها على ثلاثه اهوت. هبتدي بقى ايه اخد من دي كده واقوم عامله ايه بالراحه كده اهو. العجينه بصراحه من غير حتى يا جماعه حتى اي حاجه خالص طعمها خرافه، هقول لكم ايه طعمها جميل جدا. طبعا بعد ما اعمل الحشوه ده اهي بتاعتها ايه هعمل لها كمان خيوط شوكولاته من فوق عشان يدي لها الشكل الجمالي. انا عملتها هديد يعتبر تاني مره اعملها ماشي، بس كمانها بتاخد وقت ما بعملهاش كتير، بس هي بصراحة جميلة جدا جدا جدا.
يعني الحاجة طبعا اللي بتاخد وقت دايما ببعد عنها، بس هي جميلة بصراحة ربنا، فقلت ما اعملها واشاركه بيها. تمام اهوت، وهوريكم كمان الشكل بتاع المريندا اللي بقول لكم عليها، هجيبها من على النت واوريها لكم. اهوت دي شكلها جميل اهو. لسه بعد كده هعمل عليها خيوط من هنا، هعمل واحده كمان معاكم اهي، وبعد كده اروح اكمل الباقي. هاخد من هنا كده تمام، وممكن زي ما انا قلت لكم تعملوها زي التورته وتحشوها، بس تقطعوها على ثلاثة، ولو انت شايفين الثانيه دي اريح لكم، او زي ما انا بعمل كده اقطعها لوحدات وبعد كده اقطعها ايه على ثلاثة اهو. تمام اظبط كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا اهي هعمل معاكم دي، وبعدين اروح اعمل الباقي لوحدي. تمام هسيبكم دلوقتي، وبعدين اروح اهوت عملت التاني اهو معاكم. دلوقتي هروح اكمل ايه لوحدي، وبعد كده اوريكم الشكل النهائي ايه بعد ما خلصت هذا منه الشوكولاته. تمام اهو، يلا مع السلامه دلوقتي، وارجع لكم تاني بعد ما زينا بالشوكولاته كمان. مع السلامه. هنا عشان اوريكم شكل كده البريوش اهو زي ما انتم شايفين اهوت، بعد انا دلوقتي قطعت زي معاكم، وبعدين عملت كم واحده معاكم عشان الكريمه واللبن المكثف، وبعدين سيحت شويه شوكولاته، وجبت اللي هي عارفين اللي هي العصيان اللي بتعمل عليها الكفته دي، او خله السنان يعني ممكن تستخدموها برضو، تاخدوا شوكولاته وتعملوا بيها من هنا خطوط، وبعدين تعملوا بها قدام وورا كده، تديكوا الشكل دهوت زي ما انتم شايفين اهوت اهوت. انتم شايفين الشكل الجميل بتاعهم. اتمنى تكون الوصفه دي بتاعتي دي عجبتكم، ولو عجبتكم جربوها، واتمنى ان انتوا تدوني تعليق جميل كده زيكم، ولايك اجمل واجمل عشان الوصفه دي الناس كلها تشوفها وتعملها، وبالهنا والشفاء للجميع. ورحمة الله وبركاته، نورتوني حبايبي. انا النهارده جايبه لكم وصفه جميله جدا، وصفه ايطاليه ان شاء الله تعجبكم. هي سهله وبسيطه ومش مكلفه في نفس الوقت. بس قبل ما نعمل اي حاجه نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبتدي على بركه الله مقاديرنا. معانا 300 مللي لبن، معانا 60 مللي سكر زي ما انتم شايفين في الكوبايه دول، ومعايا 50 جرام زبده، ومعايا الملح اللي في المعلقه ده مع حوالي معلقه مساح ملح 7 جرام، ومعايا معلقه خميره زي ما انتم شايفين اهوت. البيضه دي مش هنحطها في العجين دي، لدهان الوجه بس، البيضه عشان دهان الوجه. ومعانا حوالي نص كيلو دقيق، ويستحسن لو كان الدقيق البروتين بتاعه عالي عشان تكون مفيدة. هنا في نوع دقيق بس طبعا مش موجود في مصر، اسمه مانيتوبا،
المفروض نحط منه 350 جرام و150 جرام من الدقيق العادي، بس انا طبعا ما انتم مش عارفينه، فاضطريت ان انا احط كله من نوع واحد، فقلت 500 جرام ايه دقيق، ومعانا كمان ذره فانيليا حطيتها. خلاص الوصفه دي اسمها بانيلاتي بالايطالي، يعني الخبز باللبن. هي جميله جدا 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 وبتبقى هشه. هو نوريكم كمان اتعمل ازاي. الوقت انا حطيت الفانيليا، هحط دلوقتي الملح والخميره هدوبها، وهنحط ناخد اللبن الاول وندوب فيه الخميره مع معلقه ايه سكر من ده بنفس العيار كده عشان نختبر ايه، او عشان ندوبها وفي نفس الوقت نختبر. بس انا هحط طبعا، انا عارفه ان الخميره دي شغاله لان دي خميره تركيه فشغاله، لكن انتوا لازم تسيبوها اما تتفعل، لازم تسيبوها ايه اما تتفعل. دلوقتي هنقلب كل المقادير دي مع بعض، ماشي. هنقلب هنا ايه الخميره مع شويه لبن مع شويه سكر، هنقلبهم كويس جدا ونسيبها طبعا على جنب تتفعل. بس انا عارفه ان الخميره دي شغاله هحطها على طول، لكن انتوا لازم تسيبوها تتفعل، انتوا لازم ايه تسيبوها تتفعل على جنب وما تتضاعف، تقوموا حاطينها على الدقيق، ماشي. بس عشان انا عارفه اللي هي فعلا شغاله هحطها على الدقيق واسيب الايه العجينه تخمر براحتها، انا مش مستعجله، ماشي. اهو اهو ما عادش حاجه في الكوبايه اهو. دلوقتي هقلب كده وحطينا طبعا السكر الباقي، احط كمان ايه اللبن، واحط كمان ايه 50 جرام زبده قبل ما اكمل بقيه اللبن اهو. بصراحة دي جميلة جدا 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 وتعجبكم ان شاء الله. زي ما احنا قلنا ما فيهاش بيض جوه، البيض بس عشان الدهان بس، هحط مجا دهنها بيض وشويه لبن وخلاص. ندعكها كويس وعجنها كويس لغايه ما تلم كل الدقيق اللي ايه جوه هنا، وهسيبها ان شاء الله تخمر لغايه ما ايه يتضاعف حجمها. لو انا مستعجله هعمل لها حمام ميه، يعني هحط ميه دفيها واقوم حاطه الايه الوعاء ده عليها واغطيها بايه كيس سلوفان عشان تسرع لي في عمليه التخمير. الوقت انا ايه لازم ايه اعجن كويس زي ما انتم شايفين اهو، واحاول ما اسيبش اي حاجه، ده ما احنا متفقين على الجدار بتاع مين الوعاء اهو. زي ما انتم شايفين بسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش الا 50 ايه جرام زبده بس، ومع الدقيق والخميره واللبن والسكر زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي حاجه. ويا ريت لو كان الدقيق البروتين بتاعه عالي زي ما احنا اتفقنا. اهو وانتوا بتاكلوها اصلا كمان هتحسوا اكنكم بتاكلوا حاجه، يعني اكن عيش تقيله بلبن، طعمها تحفه تحفه تحفه. وهي مشهوره البانيلاتي ده مشهور فين؟ في ايطاليا. هو شبيه في عندنا في مصر بالعيش الكايزر، بس هو ما بنحطش جواه بيض، ما هو زي الفريسكا. الفريسكا اللي شبيهه بال اتحط لها، في ناس بتحط لها بيض، انا ذات نفسي ما بحطش فريسكا بيض، بس في ناس بتحط لها بيض.
وكل مرة يعني مثلا حطيت بيض بشكل مختلف او طعمه مختلف عن ما تحط ما تحط الهوش، كل حاجة لها طعمها. دلوقتي خلصتها اهو، اهو زي ما انتم شايفين عملتها كورة اهوت. هسيبها دلوقتي ادهنها ايه، ادهن هنا إيه زيت، نقطة الزيت، وبعد كده اسيبها واغطيها بكيس التلفان واسيبها لما تخمر، ونيجي بعد ما تخمر ونشوف هنعمل ايه بعد كده. مع السلامة دلوقتي على ما تخمر، وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني عشان اوريكم شكل العجينة هي بعد ما اختمرت اهو زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعة. الوقت هنقسمها وحدات وتشوفوا شكلنا اللي عاملها ازاي باذن الله. الوقت هحط شويه دقيق صغيرين كده على ورق الزبدة كده او على الترابيزة زي ما انتم بتحبوا كده اهو بالراحة كده. زي ما انتم شايفين خاملة قوية هي. انا عشان الجو برد عملت لها حمام مية ماشي. ومعانا هنا ايه ميزان اهو. الميزان ده هاخد بقى ايه، قبل ما اعمل بالميزان هحاول اعملها زي الرول كده لكم معايا اهي كده، يعني هحاول اعملها زي الرول بس ما هدش الخمر قوي، يعني اعملها زي الرول زي ما انتم شايفين. وبعدين هجيب الميزان قدامي اهو، هاخد بقى ايه حته القطعه الكوره لازم تكون 30 جرام لازم تكون ايه 30 جرام بالظبط. يلا دي 30 جرام اهي اهي انتوا شايفين اهي 31 جرام اهي شايفينها اهو 31 جرام اهو. هنعمل كده هنقعد نستمر زي ما انتوا شايفين اهي، شايف كرة كرة صغنونة خالص اهي. هنكون محضرين صينية اهو، هحط بقى ايه الكور ديت واسيب بين كل واحدة وواحدة مكان لان هي لسه هتخمر. هنعمل معاكم كمان واحدة، مننزلش ايه الخمر بتاع العجينه، نحاول نعملها زي الكره كده اهو اهو ونوزنها. حبيتوا لو حبيتوا تعملوها اكبر من كده، بس هي اساس الوصفه تعملها 30 جرام، لكن لو كبرت على اساس لما تكون كل ما تكون صغيره كل ما تاخد خمرها اكتر. لو انت مثلا يعني عاوزه تعملها كده بالبركه عادي مفيش مشكله برضو، بس عشان تبقى صغنونه وجميله في ايد العيل كده هو رايح هو في المدرسه او هو بره واخدها مثلا كاميرين ده ياكلها مش هتلاقيها شيك كده ماشي. يعني مثلا لو حب لو هي واحد مثلا، بس الاحسن لازم يكونوا يعني مقاس بعض شكلهم جميل كده بعد ما يختمروا كده ماشي اهو. دي جت 33 مفيش مشكله برضو اهي زي ما انتم شايفين حلوه ازاي، شايفينها جميله اهي. احطها هنا كمان اهي، احطها جنب الثانيه هنا، هنظبطها كده الورقه دي عشان ما تتحركش. اسيب مسافه عشان لسه ده هتكبر، اسيب مسافه كده ماشي. هعمل معاك واحده كمان وبعدين هعملهم لوحدي، وبعدين هسيبها تخمر، وبعدين بعد ما تخمر هدهنها بصفار بيضة وشوية لبن وشعرة فانيليا اهو. ممكن تعملوها 40 جرام لو انتم مش عاوزين تعملوها 30، عاوزين تعملوها كبيرة شوية او عاوزين تعملوها بالبركة كده ماشي، بس ايه هسيبه مكان اكبر بين الواحدة والواحدة عشان لما بتخمر يعني ايه ما تبقاش لازقة في اللي جنبها ماشي اهوت. هنحطها تاني جنبها اهي، وممكن كمان احط واحدة كمان هنا. الوقت هسيبكم وراح اكمل، وبعد ما اخلص هوريكم اما اجي هدهنها الاول بالبيض زي ما قلت لكم، صفار البيض وشوية لبن وشعرة فانيليا، وبعد كده ادخلهم على فرن حامي. مش هتاخد وقت، ما دام الفرن حامي مش هتاخد وقت، اهم حاجة اسيبها بعد ما احطها في الصينية بتخمر على قد ما تقدر، يعني يعني ما تشوفها تنفخ كده الواحدة يبقى كبيرة كده
ماشي، هسيب كل وقتي على المطبخ باذن الله واخبزها واوري لكم شكلها النهائي. مع السلامه يا بنتي. تاني عشان اوريكم شكل باني اللات الجميل زي ما انتم شايفين اهوت، او معناه بالعربي الخبز باللبن الهش الجميل اهو زي ما انتم شايفين اهوت، بعد ما طلع في الفوق من الفرن وحطيته في الصينيه الجميله دي اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. واوريكم كمان واحده اهو، شوفوا اهو هشه جميل اهوت اهو، نفتح واحده كمان قدامكم اهوت اهو شايفين اهو. وممكن على فكره لو انتم مش عاوزينه ساده كده، ممكن بعد يعني لما يكون الاولاد تفتحوه بالسكينه وتحطوا فيه شوكولاته نوتيلا زي ما انتم شايفين جميله اهوت ماشي. وهعمل بعد كده مره تانية حاجه تانية فيها الجوتشه بتاع الشوكولاته. وان شاء الله الوصفه دي تعجبكم، ولو عجبتكم اتركوا لي لايك او اشتركوا في القناه. وبالهنا والشفاء للجميع، مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة بريوش المروح بالسكر، ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نعمل اي حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتدي وصفتنا الحلوة. هو عبارة عن بريوش المروحة بالسكر، ومقاديره سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. نبتدي المقادير معانا دلوقتي 80 ملي زيت، 80 ملي زيت اللي موجود في الكوباية دلوقتي، ومعايا كوباية لبن دافية عبارة عن 200 ملي لتر، ومعانا كوباية السكر دي هناخد منها معلقتين كبار مليانين نحطهم مع الخميرة بس، ده اللي هيخش داخل العجينة، والباقي هنعمله في حشو البريوش. ومعانا بيضة كاملة وبياض بيضة، والصفار الباقي هدهن بيه البريوش. ومعانا هنا 8 جرام بيكنج باودر، ونص معلقة ملح، ومعانا الفانيليا طبعا. الخميرة دي بقى على حسب الجو، انا عشان الجو عندي بارد هحط معلقتين عشان تسعف في الخمر وتتفعل بسرعة. لو الجو مثلا ما هوش ساقع قوي ممكن نحط معلقة مليانة. ومعانا نص كيلو دقيق وعليه بشر ليمونة او بشر برتقال زي ما انتم حابين. هنبتدي الوقت قبل ما نعمل اي حاجة هنقوم حاطين هنا ايه معلقتين سكر على الخميرة دي اهو، معلقتين كبار اهو، ادي واحد اتنين اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنحط عليهم بقى اللبن الدافي ده، وطبعا اللبن ممكن نعوز اكتر وممكن نكتفي بالكوباية دي اللي هي 200 ملي. هنقلب لغاية ما يمتزجوا تماما. بنعملها في الاول عشان تتفاعل شوية قبل ما نحطها على ايه على الدقيق، وممكن نعملها من قبل ونسيبها ما تتفاعل كويس نحطها على الدقيق مفيش مشكلة. نقلب اهو، طبعا عشان هي خميرة فورية بتعمل حبيبات وتتجمع زي ما انتم شايفين. نعملها بالمعلقة كده ونحاول ايه ندوبها. وممكن في ناس كمان بيحطوا الخميرة مباشرة على ايه على الدقيق ما يكونوا متأكدين من فاعلية الخميرة.
الوقت هنسيبه على جنب بقى عشان نكمل بقيه المقادير. هنسيبه على جنب كده شويه. هنحط بقى ايه المقادير بتاعتنا الباقيه الجافه كلها هنا. هنحط الملح والفانيليا والبيكنج باودر، وبعدين طبعا نقلب كده ونحط الزيت ونقلب اهو، مش شايفين مفيش اي حاجه خالص. ونحط البيضه وبيض البيضه اهو، ونقلب بالمعلقه، سهله وبسيطه مفيش اي حاجه خالص. يبقى الدقيق وبشر الليمونه، وبعدين حطيت بقيه المكونات الجافه اللي هي الفانيليا والملح والبيكنج باودر، وبعد كده حطيت البيض، وبعد كده احط خليط الخميره اللي هو عباره عن كوبايه لبن وخميره ومعلقتين كبار سكر. والسكر ممكن تزودوه على حسب رغبتكم يا جماعه في قلب الايه، ممكن تحطوا 3 معالق، اللي عاوز يخليها مسكره اكتر يحط. دلوقتي هنحط ده كده، ما نخليش حاجه في الطبق خالص، بس كده كده هنحط فيها ايه حشو، ونحاول نقلب كويس بقى بايدينا ونشوف هتحتاج لبن تاني او لا، لان بتختلف من دقيق، من نوع دقيق لنوع دقيق اخر. ونعجنها كويس ونغطيها بايه بالكيس اللي ايه الغذائي بعد ما نعجنها كويس. ان شاء الله هي مش هتحتاج لبن تاني، يعني اكتفت بال 200 مللي بس اللي احنا حطيناهم. والصفاري اللي باقي هندهن بالبريوش بعد ايه ما يختمر. هو شكله كمان جميل البريوش ده بصراحة، وهيعجبكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين المقادير بتاعته بسيطة، موجودة في أي بيت، السكر موجود، البيض موجود، واللبن موجود، يعني ما بنجيبش حاجة مكلفة ولا حاجة، كله موجود عندنا في بيتنا. وزي ما احنا قايلين أي حاجة على الجدار بنشيلها يا جماعة كده اهو، ونعجن عشان الخميره تتفاعل كويس، عشان طبعا هي كانت عامله حبيبات ما سيبناهاش ما تتفاعل بره، فلازم ايه احاول انا ادخل ايه اعجن كويس عشان الخميره تخش معايا. اهو زي ما انتم شايفينها اهيت العجينه ديت ايه رطبه شويه وحلوه. وطريقه تشكيلها كمان على فكره يا جماعه سهله جدا، مش محتاج اي حاجه خالص. اجيب نقطة زيت صغيرة عشان ايه اخليها تتغلي بيها كلها عشان ما تلزقش في الكيس الايه الغذائي. نقطة زيت صغيرة اهي اغلفها بقى كده عشان ما تلزقش في الطبق، وما تلزقش كمان في الكيس الغذائي اللي انا ايه هغطيه بيه اهو. سهلة ازاي، مش محتاجة اي حاجة خالص. هعملها بقى زي الكرة كده وغطيها بالكيس اهو. هجيب بقى الكيس الغذائي معايا اهو،
اهو هغطيها بيها وبعدين اسيبها لما تملى الطبق وبعدين اجيلكوا اوريكم هنعمل وشكلها ازاي. مع السلامة. دلوقتي هغطيكوا تاني عشان اوريكم شكل البريوش بعد زي ما انتم شايفين اختمر اهوت. انا دفيت له الفرن وحطه عشان طبعا الجو ساقع يرتفع بسرعة. الوقت ايه هنهبط ايه الخمر بتاعه شوية عشان نقدر نعمله رول ونقدر ايه نقطعه. هناخد ايه شويه بيصونان كده اهو نحاول نعمله بقى ايه رول اهو ونقطعه على 10 قطع او لو انت عاوزاه اصغر تقطعيه 12 تقطعيه على حسب ما انت عاوزين الحجم بتاعه. شايف انا على حسب يعني هعمله حوالي 10-11 على حسب ما تيجي معايا الوقت اهو اهوت. احاول اخلي المقاس يعني قريب من بعض اهو. شايفين اهوت طلعت كبير شويه اهو. وبعد ما نخلصهم نغطيهم حوالي دقيقه او اتنين كده ونشتغل فيهم على طول. نفرد ووريكم بنعملها ازاي. لو المقاسات اللي هي كبيره ممكن نقصها شويه يعني على حسب ما كل واحده عاوزاها كبيره صغيره بمزاجكم. يعني تقسيم الكور على حسب ما انتوا عاوزين. ده في ايديكم يعني. اهم حاجة طريقة التشكيل بتاعته بس الاهم يعني. ممكن اللي عاوز يعملهم 8 ممكن اللي عاوز يعملهم 10 ممكن اللي عاوز يعملهم 12 ممكن اللي عاوز يعمله صغير خالص يبقى يصغر اكتر العجينة يعني حسب ما انتوا عاوزين. انا عاوز اعملهم 10 هشوف كده واشوف الكبيرة شوية ممكن انقصها بدل ما اوزن بالميزان والكلام ده. هحاول اخليهم ايه قريبين يعني بعيني كده من بعض. اهو كده دي كده مظبوطه. دي حاسه ان هي كبيره سنه عشان من حته احط على حته الصغير كده. دي صغنونه شويه احط لها الاثنين دول كده اهو نكبر شويه نحطها على واحده صغننه. باول وقت معايا ايه 10 اهو متشكلين. هغطيها دقيقه كده هغطيها دقيقه كده. ومعانا كمان هنا نشابه عشان افرد بيها ماشي. ومعانا السكر زي ما انتم شايفين اهوت ايه عساس احشي بالايه البريوش. دلوقتي هناخد اول واحده خالص عملناها اهو اهوت هنفردها كده. وطبعا جايبين صينيه وحطينا عليها ورق ايه ورقه زبده زي ما انتم شايفين كده بدل ما تلزق في الصينيه يبقى نحط ورقه زبده احسن. هنفرد زي ما انتم شايفين كده اهو. اهم حاجه تاخدوا بالكم مني وانا بعمل الطريقه بتاعه البريوش. هعمل وقتي 3 وافرد 3 وحدات الاول وبعدين اقول لكم هنعمل ايه
هنعملها ازاي، عشان يبقى انا عملت معاكم تلاتة والباقي بعد كده انا هعمله مع نفسي. وطبعا بيبقى احلى لو مندس تبقى طبعا يخمر براحته يا جماعة، ما نستعجلش على اي حاجة فيها تخمير، لازم نسيبها براحتها براحتها خالص. ماشي، نحاول ايه نعملها رؤية سنة كده اهو، بنزلها ايديا تسيبها على جنب كده دلوقتي واعمل واحدة تانية اهوت. زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتها جميلة اهيت، مش محتاجة حتى الايه الدقيق ولا حاجة، بس عشان ايه يعني ما تلزقش معايا ولا اي حاجة، يبقى نحط احتياطي ايه حاجة بسيطة. هي ايه طرية وجميلة اهي وبتمشي مع النشابة. ان شاء الله باذن الله الوصفة دي تعجبكم وتعملوها على طول للاولاد في الصبح، ياكلوها يفطروا بيها ان شاء الله، ومغذية برضو فيها البيض، وممكن برضو يعني تحطوا فيها برضو احشوات، مش لازم السكر يعني، ممكن تحطوا فيها مربى برضو يا جماعة، يعني ممكن الواحدة ست البيت تغير في الحاجة يعني تاخد وصفة وتغير فيها براحتها، ممكن تحط سكر، ممكن تحط مربى، ممكن تحط شوكولاتة نوتيلا، يعني ايه الواحدة الست تتصرف يعني تاخد مقادير اه بتاعت حد تاني وتغير فيها وتبقى وصفتها برضو. احنا كلنا بنساعد بعض. عملت ده واحدة كمان اهي، هعمل واحدة كمان قدامكم كمان، وكلنا بناخد افكار بعض عشان نتعلم من بعض يا جماعة. وكلنا بنكبر مع بعض بيكم طبعا مشاهدينا الكرام، احنا بنكبر بيكم. كله كمان اما الفيديو تشوفوه وتعملوا لايكات بيكبر والناس بتشوفه اكتر، فتمنى لو عجبتكم الوصفة بتاعتي الجميلة دي تعملوا لايكات يا جماعة. اللايكات اهم من الكومنتات، لان احيانا الكومنت بيضر صاحب الوصفة، كلمة واحدة بتقوم مطيرة منه ناس مشتركين زي ما انا قايله لكم في الفيديو اللي قبل كده. ماشي، فانتوا حاولوا يا جماعة، اهم حاجة عندي اللايكات، مش هشوف الوصفة وخلاص، لا اللايك اللايك اهم عشان الفيديو اترفع والناس كتير ايه تشوفه. الوقت احنا عملنا ثلاثة، عملنا ثلاث وحدات، هناخد اول واحدة عملناها اهي اللي احنا رقينها كويس كمان اهي ها، وناخد السكر ونحاول نغطي بيه الوش بتاع مين البلوشة كده هنا بتاع العجينة دي كده اهو، كله بقى اتغطى كله اهو من غير دهان ولا حاجة اهو. الوقت هعمل ايه بقى، هبتدي اعمل رول كده اهو وارجع اعمل كده اهو اهو وارجع اهو، بحاول انا بعمل بحاول ايه اظبطها كده عشان تطلع معايا صح اهوت، معلش كده اهو، وبعدين اهو، وبعدين اقلبها على الجهة اللي هي فيها اللي هي مفتوحة من تحت كده واحاول اظبطها اهي، واحاول امطها شوية كده واظبطها زي ما انتم شايفين اهو، عشان السكر ما يخرجش ايه لبره، ومطها زي ما انتم شايفين كده اهو. انا هعمل لسه معاكم كمان واحده اهو، بعدين اهو اقوم عاملاها ايه فوق بعضها كده اهي. العجينه دي طلعت اكبر شويه بس مش مشكله، هعمل لكم الثانيه بعدين.
اقوم عامله دي كده اهو، بس احاول افردها يطلع كبيره شويه. دي المفروض تبقى ايه، اعمل كل ما يكون اصغر كل ما يكون احسن اهو. دلوقتي اهو هحاول بقى اخد الجزء ده كده واعمله واقفله عشان ما يخرجش مني خالص 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 اهو. وبعدين الوقت هجيب السكينة كده اهوت، فهجي معايا هنا كمان شايفين اهوت، عامل طبقات اهوت اهو، ده الايه بتاعنا اهو، المروحة بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. طبعا لما تخمر هتبقى شكلها يبان اكتر اهو، هي طلعت دي كبيرة شوية، فكل ما تصغره في العجينة يبقى احسن. دي هتبقى كبيرة حتى بعد ما تخمر اهي زي ما انتم شايفين اهو اهو. بعد ما قسمته بقت عاملة زي المروحة اهي، عاملة زي القلب كده. احطها في الصينية دلوقتي، اعمل واحدة كمان تانية معاكم اهي، هيقلي ده اصغر شوية. هاخد برضو السكر اهوت، واحاول اهوت اهوت نشوفين اهو. دلوقتي حاول تظبطها كده شوية واقفل عشان السكر بتاعي ما يخرجش بره. ان شاء الله البريوش ده يعجبكم باذن الله اهو يا جماعه اهو. اتكي على الاطراف دي كده كويس. انا بعملها اعملها تانيتين، لو كانت اصغر هعملها تانيه واحده، هعملها تانيتين اهوت. واحاول افردها شويه كده اهو، واعمل بقى دي كده اهو. شوف هعمل هنا بقى ايه، هقسمها من هنا. طبعا لازم يا جماعه تساب اما تخمر كويس اهي، شايفين اهو اما تخمر هتبقى شكلها رائعة من الجمال زي ما انتم شايفين اهو اهو ماشي اهو زي ما انتم شايفين. الوقت انا هسيبكم واروح اكمل بقيه البريوش بتاعي. انتوا الوقت عرفتوا بس عامل ازاي، الوقت اروح اكمل الباقي، وبعد ما اخلصه ويخمر وادهنه بالبيض هدخله الفرن واوريكم الشكل النهائي. رجعتلكوا تاني عشان اوريكوا شكل البريوش بعد ما اختمه زي ما انتوا شايفين اهو، جميل اهو على شكل المروحة او على شكل القلب، شكله جميل جدا جدا جدا. بس على فكرة انا بعد ما قفلت معاكم وانا بوريكم التقطيع وكده، حسيت اللي هتبقى كبيرة قوي، فصغرت العجينة شوية. بوريكم كمان اللي انا كنت عاملهم كبار شكلهم ايه، لقيتهم كبار جدا هما اللي انا كنت عاملهم في الاول، لقيتهم كبار جدا فصغرتها عشان تبقى شكلها شيك ماشي. يعني انا بعد ما قفلت معاكم صغرت الكور شوية عشان تديكوا الشكل الجميل ده هو. كل ما تكون صغيره يا جماعه بتبقى شكلها شيك. لقيت الكبيره اللي كنت عاملاها بصراحه شكلها رهيب رهيب، فقلت اما اصغرها شويه، يعني مثلا ايه تعملوا لها 15 كوره بلاش 10 ماشي. زي ما انتم شايفين هم اللي انا لما قسمت جم دول 9 همت 9 وضربها ب 13 والاثنين الكبار اللي كنت عاملاهم معاكم ماشي. الوقت هدهنهم بالبيض اهوت، بيضه وحط عليها فانيليا اهو، ادهن بالراحه كده اهو. وبعد كده ادخلهم الفرن، يكون فرن مولعينهم قبل كده ماشي. وبعدين هاجي اوريكم الشكل النهائي بتاعها بعد ما تخرج من الفرن. الوقت انا بدهن فيها اهو عشان ادخلها ايه الفرن اللي انا ايه مولعاه دلوقتي عشان يسخن اهو. احاول اعمل براحه كده عشان ما اعملش الخمر بتاعي يا جماعه اهو.
وان شاء الله الوصفه الجميله دي باذن الله تعجبكم بعد ما اخرجها من الفرن واوريكم شكلها ايه النهائي. هكمل الوقت دهنها بالبيض وبعد كده ارجع لكم واوريكم الشكل النهائي. مع السلامه الوقت. ورجعت لكم تاني عشان اوريكم الشكل بتاع بريوش المروحه الجميل زي ما انتم شايفين اهو. روعه 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 زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. هو حلو ان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم. اتمنى ان انتم تجربوه واتمنى ان انتم كمان تسيبوا لايك يا جماعه او تشتركوا في القناه لو الوصفه الحلوه دي عجبتكم. وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم بالهنا والشفاء على للجميع باذن الله. مع السلامه. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل الفريسكا الاسكندراني او الشوريك بكل تكاته وحركاته. عندنا انا اقول لكم قدر 2 كيلو. عندنا هنا 2 كيلو دي حطهم هنا نخلاهم وحطيت عليهم سمسم وحطيت عليهم شوية جوز الهند حبة كده في الكف وحطيت عليهم معلقة صغيرة ملح وحطيت عليهم فانيليا معلقة صغيرة برضو وباكو بيكنج باودر ماشي. وهنحط الوقت قدامكم لقيت المقادير. عندنا هنحط الوقت 2 كوباية سكر بالكوباية اللي شايفينها دي ده 1 2. وهنحط كمان الزيت زي ما انتم شايفين دلوقتي خد من الازازة اهو احط كوبايتين برضو زي ما انتم شايفين حط 2 يعني على كل كيلو كوباية زيت وكوباية سكر 1 2. وعندنا كمان لبن للعجل وعندنا خليط الخميرة ده حطيت عشان الجو ساقع شوية حطيت 3 معالق كبار خميرة فورية مع معلقتين سكر وشوية لبن وسبتها لما زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هقلب الخليط ده كده اهو بالراحه مع بعض الاول قبل ما احط الايه الخميره عشان كل المكونات تندمج مع بعض. وبعدين بعد ما احط الخميره هعجن باللبن. بس مشكله الفريسكا ديت او الفريسكا الاسكندراني ان هي لازم تخمر كويس جدا لما تملي الطبق ده كله. لو استعجلت عليها هتطلع مش حلو لان في ناس كتير جربوا المقادير بتاعتي ديت وما طلعتش معاهم حلو. ليه بقى؟ لان هم استعجلوا عليها في الخمر مش العيب في المقادير. العيب في اللي عمل المقادير. لازم تخمر كويس. اي معجنات لازم تسيبيها ما تخمر براحتها. ناخد كمان شويه الزيت الباقيين دول هنحط بعد كده ايه خليط الخميره اهو متفاعل وجميل اهو اهوت. انا هعجنها واسيبها براحتها مش هستعجل عليها لغايه ما تملى الطبق ده وبعدين هشكلها. وانا بشكلها اعمل لكم اشكال منها مختلفه كتير وتعجبكم ان شاء الله. هعمل لكم شكل الفيونكه بطريقتين. هعمل لكم شكل الحلزوني اللي بيعملوا بيه الفريوش الحلزوني. هعمل لكم منها اشكال كتير واعملها لكم بالشوكولاته واعملها لكم كمان بالمربى وبالعجوه. هعمل لكم كل الاشكال. انا بعملها على طول لاولادي كمريندا يفطروا بيها قبل ما يروحوا المدارس.
هم طبعا رايحين المدرسه، فهضطر اعمل لهم ايه النهارده؟ الفريسك. فقلت اما اوريكم انا بعملها ازاي بالمره. انا كنت عملتها مره قبل كده بس من غير بمقادير بس وصور. الوقت اعملها لكم بكل دكاتها وحركاتها. انتم شايفين اهو، هبتدي بقى احط اللبن واحده واحده كده، ولو بص تاني هجيب ولبن يكون دافي. زي اللبن يكون دافي، بس هي طعمها جميل جدا جدا جدا. ممكن تعملوها تحطها في الفريزر وتطلعوها قبلها بنص ساعة وتتاكل، لكن لو سابت فترة كبيرة برا طبعا مش هتبقى حلوة. دايما بعملها احطها في الفريزر وطلعها قبلها بنص ساعة، لا اما اسيبها تحل براحتها لا اما اسخنها للاولاد ياكلوها. قال كويس، هي تعوز شوية لبن كمان، بس مقلب كويس شوية. هجيب لبن تاني. هروح اجيب شويه لبن دافين كمان وارجع لكم تاني. دلوقتي سخنت شويه لبن تانيين وهضيف بقى بالراحه كده على الفريسكا واكمل العجن. زي ما احنا قايلين اللبن على حسب العجينه، عشان كده ما سخنتش لبن كتير، قلت اسمع عوزه اقلي سخنه وادفيه على حسب نوع الدقيق. كل دقيق يحتاج لكميه لبن معينه، يعني انا ما اقدرش اقول لكم كميه لبن قد ايه. اهو يدي كويس لما يختفي اللبن اللي حطه خالص. ده الاثنين بقى عشان نقدر ايه نقلبها كويس. انتوا شايفين البتاع نضيف على الطبق،
احنا متفقين لازم الطبق يكون ايه، ما فيهوش عجين خالص. نحط نقطه الزيت كده عشان ايه ما تلزقش ايه العجينه معانا. او اتنين بني مع واحده بيضه، وعملت اتنين بني مع واحده بيضه وعملت الشكل ده. وعملت الشكل ده طبعا في فيديو برضو سابق انا شرحت فيه ازاي بعمل الترس ده، ماشي؟ زي ما انتم شايفين انا كان نفسي اول ان انا اعمل لكم من كل واحده واحده، بس بصراحه الوقت ما سعفنيش، كان عندي حاجات كتير عاوزه اعملها، فاضطريت ان انا اعمل وبعد كده اقول لكم يعني كده. بس الفيديوهات موجوده على القناه، اللي حابب يتفرج عليها يشوفها. دي عملت خدت حته عجينه وفردتها بالنشابه وشرحتها بالورد وبعدين برمتها تدي الشكل ده. وعندنا كمان شكل البريوش، زي البريوش اللي انا عملته بتاع الورد قبل كده، بس كنت حشيه بالشوكولاته التانيه، كانت عجينه تانيه، لكن ديت عاملاها من عجينه الفريسكا وحشيها عجوه. وديت نوع من انواع الفيونكة اهو، بس طبعا من كتر الخمر بدات تتفتح اهي. دي عاملاها حته عجينه كده كوره ووطبتها وحطيت فيها زبده وشويه سكر بني، وبعدين عملتها زي القطايف كده وعملت يعني حته صغيره كده، وقمت عشان اقدر الفها كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. ودي بقى زي الورده برده، قمت فرده حته عجينه
وعملتها بكوباية تبقى دوائر مدورة كده بالكوباية، وعملت العوجة بنفس الطريقة، وخدت واحدة عجين من اللي هي المدورة دي، وبعدين واحدة عجوة مدورة برضو، وبعد كده واحدة بيضة مدورة برضو، وبعدين عم قسمتها لأربعة وعملتها وخدت اللي هتدينا أربع مثلثات، خدت أربع مثلثات وحطيت منهم واحدة كمان، هما المفروض يبقوا خمسة، وعملتها بالسكينة من النص، وبعد كده لفيتها، وبعدين بعد ما لفتها قطعها من النص هتديني وردتين من دي. وديت عجينه بيضة دخلت عجينه بني جواها وشرحتها زي ما انتم شايفين عشان تبان العجينه البني من جوه، والعكس صحيح في دي، خدت البني من بره والابيض من جوه وشرحتها فتدي الاشكال دي الشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. ودي برده بتاعه الورد، اهو انتوا شايفين، ودي العصفوره الجميله اهي ماشي اهو، ودي حشيتها بالمربى، احط على وشها بعد كده بعد ما ادهنها احط على وشها بتاع سمسم. الوقت هسيبكم دلوقتي وادهنهم بالبيض واحط على وشهم سمسم اساس، وبعد كده اوريكم شكلها النهائي. دي واحده صينيه منهم عملتها قبل ما اجيلكم، دي محشيه بالشوكولاته وما حطيتش عليها سمسم، خليتها عشان تبقى مميزه زي ما انتم شايفين جميله وبالهنا والشفا. تاني عشان اوريكم الشكل النهائي بعد ما اتخبزت الفريسكا الجميله باشكالها اللي انا وريتها لكم كلها، ديت العصفوره زي ما انتم شايفين، وده الشكل الحلزوني اهوت، وده نوع من انواع الفيونكة اهو، وده الورده الصغنونه الحلوه اهو زي ما انتم شايفين، وده الشكل اللي معمول بالورده اهوت، وده بالعجوه اهوت، ودي الشوكولاته مع الابيض، ودي شكل الضفيره اهو زي ما انتم شايفين، وده بالمربى، وده اللي هو شكل الترس الجميل اهو زي ما انتم شايفين اهو ماشي. هعيد تاني المقادير بتاعت الفريسكا، كيلو دقيق عليه كوبايه زيت عليه كوبايه سكر عليه باكو بيكنج باودر، انا حاطه باكو بيكنج باودر على 2 كيلو، ممكن تحط باكو برضو على الكيلو، والخميره طبعا على حسب الجو اللي عندك، انا الجو كان ساقع حطيت على 2 كيلو 3 معالق، انت ممكن تحط برضو على الكيلو معلقتين، ذره ملح، شويه سمسم، شويه جوز الهند، فانيليا طبعا، واللبن على حسب العجن، وما تنسوش فتره التخمير تكون كويسه عشان ما تطلعش ناشفه او تطلع مش حلوه ترجع تقول انا اللي قلت. زي ما انتم شايفين اهو جميله العجينه خلص اهي اهي، شايفين دي اللي بالشوكولاته اهي زي ما انتم شايفين، وان شاء الله ان شاء الله اما تجربوها تعجبكم وتدوهولي كمان. ودي كمان اللي هي اللي على شكل ضفيره برده تانيه اهي، وريحتها تجنن، وبالهنا والشفا، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله بس قبل ما نعمل اي حاجه طبعا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نقول وصفتنا اسمها ايه. وصفتنا اللي احنا هنعملها معاكم اللي هي وصفتنا الحلوه كرافن. كرافن ده شبيه بالدونات عندنا، بس انا بقى طبعا مش هعمله في الزيت، هعمله فين؟ في الفرن، بس ما هوش دونات، شبيه بالدونات تمام. وهنحشيه، هنقول الاول المقادير كلها الاول، نبتدي على بركه الله. معانا 420 جرام دقيق، هاخد منهم 40 جرام وعشان الخميره، ومعايا 50 جرام زبده تمام، تكون بحراره الغرفه او المطبخ، ومعايا 90 جرام سكر، هاخد منهم 20 جرام عشان الخميره، ومعايا كمان 2 بيضه وفانيليا ومعلقه خل، ومعايا 220 ملي لبن، خدت منهم 140 ملي عشان الخميره. الخميره انا عملتها من قبل اهوت، حطيت 140 ملي لتر لبن وعليهم 10 جرام خميره، وحطيت عليهم 20 جرام سكر و40 جرام دقيق، وزي ما انتم شايفين اتفعل دهيت تمام. وعندنا للتزيين عندنا جوتشا بالشوكولاته او حبوب الشوكولاته او نوتيلا،
او ممكن نعمل كريم باستير. تمام، اول حاجه هنحط هنا الدقيق، بقيه الدقيق، وطبعا معانا ذره ملح، حطيت تاني ذره الملح هنا، هحط بقيه الدقيق اهوت، وهنحط بقيه السكر. الخميره طبعا لازم بعد ما اعملها اسيبها على الاقل 3 ارباع ساعه عشان تتفاعل، ما ينفعش اقلبها واحطها على طول، يعني على الاقل 3 ارباع ساعه او ساعه. تمام، بعد كده هنحط البيض والفانيليا والخل، بس طبعا بعد ما نقلب المقادير. هحط الخميره الاول، بعد كده خلي الزبده الاخر عشان تبقى ظاهره فيها في العجين، ناخد كل بقى ايه كل اللي هنا في كل الخميره اللي جوه دي. تمام، واشيل بقى المعالق دي عشان هستخدم ايدي. تمام، هبعد بقى الشوكولاته والحاجات ديت اهوت. اقلب كويس بقى كله، ممكن ناخد بقيه اللبن ده وممكن ما نحتاجش على حسب نوعيه الدقيق، بس انا خدت في الخميره 140 مللي لتر لبن. تمام، هنقلب الاول ده كويس، ده كويس. وطبعا بعد ما اعجن العجينه دي لازم اسيبها على الاقل ساعتين عشان اعملها، على الاقل ساعتين. ماشي، كل ما سبتها تخمر اكتر كل ما هتديك نتيجه احسن، لكن لو استربعت في الخبز بتاعها وما سبتهاش الوقت المناسب مش هتطلع حلو، عشان لو واحده عملتها وطلعت مش حلو ما تقولش ان خدتها من قناه شيكو فان. تمام، دلوقتي هناخد ايه الزبده ندوبها من في العجين ده كله، مش هتسيب حاجه في الطبق خالص عشان هما 50 جرام بس، وقلب بقى كله الاول، ولو احتجت شويه اللبن الباقيين ده اللي هحطهم، طبعا دول بقيه ال 220 مل ان شاء الله هاخد منهم برضو عشان لسه في دقيقه اهوت. وممكن كمان نحط معلقه جوز الهند لو انتوا حابين في الايه في العجين، بتدي ريحه وطعم برضو. احاول ادلك كويس الزبده في العجين، وننضف الجدار بتاع ايه زي ما احنا متفقين لازم ننضف جدار الطبق اللي انا بايه بعمل فيه، احاول ما اخليش على اي حاجه. وده يعتبر نوع من انواع البريوش برضو. هناخد شويه لبن صغيرين كمان، احيانا بنحط المقدار بتاع اللبن والدقيق ما ياخدوش كله، لكن هي اساس الوصفه 220، الدقيق اللي انا عاملاه بيه المره دي ما خدش الدقيق كله، ما خدش اللبن كله. تمام، يبقى اللبن نقول على حسب ايه الدقيق، نوعيه الدقيق.
هروح ادلكها شوية كمان، وبعدين هوريكم شكلها بعد ما سبتها ساعتين ونشتغل فيها على طول. مع السلامة. هاتلكوا تاني عشان اوريكم شكل العجينة هي بتاع الكرافن بعد ما خمن. زي ما انتم شايفين دلوقتي هكورها كور صغيرة جدا، واخد كل كورتين مع بعض. هنكي ايدينا زيت كورزة، شوف هايشة وجميلة ازاي. هنعمل كورزة ونونة كده اهو. صغيرة خالص عشان هعمل كل اتنين مع بعض، هتشوفوا الوقت هعملهم ازاي. دي نصغرها سنة كمان. تمام اهو، هنستمر لغاية ما نخلص كل الكور دهيت. هعمل الواحدة كمان وبعد كده اروح اعملها لوحدي وارجع لكم تاني لما اخلصها، ماشي؟ عشان ما نطولش الفيديو اهوت. هروح اكمل بقى الكور، ماشي، وارجع لكم تاني ونفرد كل كورتين مع بعض ونحط فيها الحشو اللي هو شوكولاته نوتيلا او شوكولاته حبوب او زي ما انتم او مربى او زي ما انتم عاوزين، او ممكن كريم باستر كمان. هرجع لكم تاني بعد ما اخلصهم كلهم. تمام بالشكل اهوت، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلصهم كلهم. لكم تاني اهوت بعد ما
اللي كنا بنحط فيه سكر، ممكن نحط برضو فيه شوكولاتة ونقفل عليه. الأول نفردها حلو كده، بعدين نحط شوكولاتة. هحاول اقفلها كده اهو. وبعدين هجيب سكينة واخد حتة من هنا كده وحتة من هنا كده عشان اعمل الفيونكة، واعمل دي كده تمام، واخد دي كده اهو عشان تديني ايه، ممكن اعملها فيونكة كبيرة فيونكة صغيرة زي ما انا عاوز، عشان انتوا شايفينها جميلة اهي. انا عاملاها بكورة واحدة، ممكن تكونوا عاملين كورة كبيرة وتعملوها ايه، ممكن احط مكان الشوكولاتة دي مربى، ممكن احط نوتيلا زي ما انتوا عاوزين. هنستمر بقى في العمايل، لان دلوقتي عملت واحدة بالشوكولاتة العادية واحدة بالشوكولاتة النوتيلا، وعملت كمان شكل فيونكة كده، ممكن تعملوا برضو اشكال كتيرة منه، بس هو الشكل الاساسي اللي هو ده ماشي. هروح استمر بقى اخلص كل الكور دي وبعدين اوريكم شكله النهائي قبل ما ادخله الايه الفرن ماشي. يلا مع السلامة. الوقت قلتلكوا تاني عشان اوريكم الشكل النهائي للكرافن زي ما انتم شايفين جميل اهوت. بس انا طبعا بعد ما جورت معاكم وعملت كم واحده في الصينيه وكملت لوحدي، طبعا نسيت اوريلكم الشكل بتاعه قبل ما ادخله الفرن، معلش لان كنت مشغوله جدا. لكن هو لازم تسيبيه على الاقل ساعه ونص لما يرتفع او ساعتين عشان تديك الشكل بتاعه جميل. اتمنى ان وصفتي دي بتاعه كرافن تكون عجبتكم، وهو بصراحه هش جدا 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 جدا، وهيعجب اولادكم. وكمان حشيت بالشو زي ما قلت لكم بالشوكولاته اللي هي الحبوب والشوكولاته النوتيلا، وعملت كمان مربى وعملت كمان ملبن يا جماعه. اي وصفه ممكن تعملوا الحشوات اللي انتوا عاوزينها، ممكن كمان تعملوا كريم باستير زي ما انتوا حابين. هي وصفه سهله جدا بس بتعوز وقت شويه. ودولي حطيت عليهم سكر بودره زي ما انتم شايفين اهوت لتزيينهم، وشكل اهوت من غير من غير، شوفوا العجينه بتاعتها جميله ازاي هشه ازاي اهو، دي من غير ايه زي ما انتم شايفينها، شايفين عامل ازاي من جوه، شايفين دي اللي بالمربى اهو ماشي. هو العجينه سهله جدا جدا جدا، ودي اللي شكل شوفوا عاملين ازاي، عامله زي بتاع الفراشه بتاع الفيونكه. دي اللي هو من غير سكر اهوت، حاطه فيه الملبن والمربى، ودي اللي حاطه فيه الشوكولاته زي ما انتم شايفين اهو. اتمنى تكون وصفتي دي عجبتكم، ولو عجبتكم اتمنى تسيبوا لي لايك مش تعليقوا بس. وبالهنا والشفاء للجميع، وزي ما انتم شايفين هي جميله جدا اهي، وان شاء الله ان شاء الله تدعوا لي وتكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم باذن الله. مع السلامه وبالهنا والشفاء.
دي هتطلع مظبوطه 100%. نبتدي على بركه الله. مقاديرنا الحلوه معايا نص كيلو دقيق، ومعايا وكمان حطيت عليه معلقتين جوز هند، وحطيت عليه ذره ملح، ومعانا 100 جرام سكر، 100 ملي زيت، 200 ملي لبن، حطيت هنا بيضه وعليها فانيليا ومعلقه خل، ومعانا هنا معلقتين سكر، ومعايا كمان معلقه كبيره معلقتين سكر من المعلقه بتاع الشاي، ومعايا كمان الخميره، ومعايا الخميره معلقه كبيره، ومعايا كمان معلقه صغيره بيكنج باودر. دلوقتي هنعمل ايه؟ ومعانا طبعا للحشو نوتيلا او شوكولاته حبوب اللي انتوا شايفينها ديت، او ممكن نحشيها مربى، ممكن نحشيها ملبن زي ما انتوا عارفين. ممكن تعملوا في وصفه واحده كل الحشوات اللي انتوا عاوزينها، او ممكن تسيبوها فاضيه وبعد ما تستوى هتشقوها زي التورته كده وتحطوا فيها نوتيلا وكريم شانتيه. تمام، بس انا النهارده هحشيها وهي نيه الحشوات اللي انا عاوزاها او اللي احنا بنحبها. مثلا هحشي شوكولاته نوتيلا، هحشي حبوب الشوكولاته الحبوب، هحشي مربى، هحشي ملبن زي ما انا عاوزه انا. ماشي، دلوقتي هنبتدي نحط المقادير الجافه كلها مع بعض. هنا هحط الخميره والبيكنج باودر ومعلقتين السكر هنا اهو. تمام، واقلبهم ايه مع بعض، واجيب معايا بوله هنا واحط فيها اللبن الدافي، واحط عليها الزيت، احط عليها ايه السكر بتاعنا. تمام، نحط البيضه والخل والفانيليا كمان، واقلب دول كلهم مع بعض. يا وصفه سهله جدا، احط المقادير الجافه مع بعض والمقادير السايله مع بعض، وابتدي اعجن. مش عاوز باذن الله اي دقيق ولا اي حاجه، وبعدين اسيبها تخمر، وبعدين هنكون مع بعض ان شاء الله في تشكيله. طبعا كلنا عارفين ازاي نعمل خليه النحل، بس انا المره دي هعملها على شكل شجره الكريسماس، او على شكل الشجره يعني. نقلب كويس كده، وطبعا هسيبها ترتفع تخمر الاول في الطبق وبعدين هشكلها. هنبتدي بقى ايه، نجيب الدقيق اهو معانا اللي عليه ذره الملح، وعليه معلقتين جوز الهند. ممكن استغنى عن جوز الهند لان انا عامله واحده من قبل ما اقابلكم، ما حطيتش على الفعل جوز الهند، يعني عامله واحده كده وواحده كده. هنضيف المواد السايله اهو، نقلب اهو، مش بقى كده المعلقه ديت مش لازمه. ننظف الطبق واحنا متواضعين، ما فيش اي حاجه عليه بره، وزي ما انتم شايفين هي ما فيش اي حاجه لازقه، هي المقادير مظبوطه 100%، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم كده. تمام، هي اتعجنت، بس هكمل عجن كمان شويه كده على اساس اخليها زي الكوره، وبعدين هرجع لكم تاني عشان اوريكم شكلها بعد ما خمرت ونشكلها مع بعض. ورجعت لكم تاني عشان نكمل مع بعض خليط النحله اللي على شكل شجره الكريسماس. انا بعد ما خمرت العجينه قسمتها على 16 قطعه زي ما انتم شايفين كده، قطعه حجمها كده حوالي 60 جرام، 16 قطعه. وبعدين هبتدي دلوقتي، طبعا قبل ما اقابلكم عملت واحده لان عامله مرتين، بس انا هحشي معاكم ايه اول واحده او اثنين، وبقى اروح ايه اعمله الواحده على اساس ما ايه ما اطولش عليه كل فيديو اكتر من لازم. اهو تحط حته ملبن اللي انا عاملاها، الثانيه دي عاملاها ملبن ومربى، والاولانيه عملتها شوكولاته شوكولاته اللي هي حبوب وشوكولاته نوتيلا. تمام، اهو دول عاملاهم ايه ملبن، بعد كده هعمل شوكولاته، هعمل 3 شوكولاته وبعدين 2 ملبن كده لغايه ما تخلص 16 قطعه. يبقى انا حشيت اهوت ديت ايه ملبن اهي، حطها جنبها هنا.
لسه كمان واحدة يبقى اربعة، يبقى خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد. هوريكم شكلها هو النهائي بعد ما ايه ما خلصتها خالص. طبعا انا اروح اكمل التانية لوحدي اهوت. انا عملت اربعة همت خمسة وبعدين اربعة وبعدين تلاتة وبعدين اتنين وبعدين واحد، وده اللي هو الجزء بتاع الايه الشجرة اللي هو رقم 16، يبقى دول 15 والجزء بتاع الشجرة ايه ايه كده يبقى 16 الوقت. انا هروح طبعا الوقت اكمل بقيتهم احشون كلهم وبعدين اوريكم شكلها النهائي عشان ما طولش عليكم الفيديو. ماشي، يبقى واحدة عاملاها شوكولاتة وواحدة التانية هعملها مربى وملبن، او لو انا عاوز احط عجوة احط انا براحتي. ماشي، هرجع لكم تاني وعشان تشوفوا شكلها النهائي وشكلها وجمالها باذن الله. بس قبل ما هدخلها الفرن لازم ادهنها بخليط اللبن، لبن مع مثلا معلقة عسل او لبن بس، وما تخرج من الفرن المعها بالعسل. تمام، اشوفكم على خير بعد ما نخلص وندخلها الفرن. تمام، مع السلامة. جات لكم تاني اهوت عشان اوريكم خليط النحل على شكل شجره الكريسماس. كل سنه طيبين ان شاء الله باذن الله. الوصفه دي بتاعتي مجربوها تعجبكم باذن الله، وزي ما انتم شايفين جميله هي ديت اللي هي بالشوكولاته سواء نوتيلا او حبوب. وعملت واحده كمان حشيتها زي ما قلت لكم وزي ما انتم شايفين طريه وحلوه اهي، شايفين جميله اهي. حشيتها من جوه بالملبن وفي بالعجوه وفي بالمربى، وحطيت عليها شويه هنا سمسم عشان افرقها بين ديت عن الثانيه. زي ما انتم شايفين جميله اهي. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واتمنى كمان تسيبوا لي لايكات يا جماعه عشان الفيديو ان شاء الله يترفع والناس كلها تشوفه وقناتي تكبر بوجودكم باذن الله. اوعوا تنسوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك، اللايك هو اللي يرفع الفيديو ويكبر القناه باذن الله. وان شاء الله باذن الله الوصفه دي تعجبكم وتدعوا لي وبالهنا والشفاء للجميع.